استقبل أهالي مدينة عدن الأسرى المحررين في عملية التبادل مع جماعة الحوثي بعد فترة اعتقال استمرت 4 أشهر. وقد أطلقت جماعة الحوثي 185 أسيرا من المقاومة الشعبية مقابل الإفراج عن 385 حوثيا خلال عملية التبادل. فرحة عارمة تجوب شوارع مدينة عدن اليمنية بعد إطلاق الحوثيين سراح عشرات الأسرى من سجونها. إطلاق سراح الأسرى جاء بعد عملية تبادل بين المقاومة الشعبية الجنوبية مع جماعة الحوثي، حيث شهدت منطقة يافع في محافظة لحج جنوب اليمن عملية تبادل للأسرى، واطلق من خلالها 370 أسيرا حوثيا مقابل الإفراج عن 285 من المقاومة الشعبية. ما رجعت عند أهلي وأصحابي اللي طلبت لهم 4 شهور، حاجة ثانية شعور. كما وصل إلى القصر الجمهوري بصنعاء دفعة الأسرى الحوثيين وقوة صالح، وذلك بعد وساطة قبلية. وتزامنت عملية تبادل الأسرى مع تواصل اجتماعات السلام اليمنية في سويسرا، حيث لا يزال ملف إطلاق كل المعتقلين لدى جماعة الحوثي محط خلاف كبير، الأمر الذي قد يؤثر بشكل سلبي على مسار إيجاد حل سياسي في اليمن.